أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات والمتابعين. حلقة عن الدبلوماسية المغربية وكيفاش رفضت استقبال وزير الخارجية الإسباني الجديد. سؤال كيتطرح، واش بالفعل الدبلوماسية المغربية رفضت استقبال وزير الخارجية الإسباني الجديد؟ بزاف ديال المؤشرات تشير في اتجاه دعم هذا الطرح وهذا الرفض. فممثل خارجية مدريد أصر خلال الحفل ديال التنصيب ديالو على أن أول بلد سيزوره هو المغرب، لكن تبين بعد ذلك أن الأجندة الخارجية لإسبانيا كيغيب عليها المغرب. السبب بسبب الخلاف المستمر بين المغرب وإسبانيا سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي. في خضم هذه الأزمة المتواصلة بين الرباط ومدريد، كان وزير الخارجية الإسباني الجديد يطمح إلى زيارة المغرب اللي وصفه بالجار، البلد الجار والصديق العظيم في أول تحرك رسمي له، لكن هذا المطمح سرعان ما تبدد لدى القادة الإسبان بعدما تبين لهم أن المغرب لا يرغب في فتح قنوات التواصل في الوقت الحالي. وفي أول تحرك دبلوماسي لوزير الخارجية الإسباني الجديد طار خوسيه مانويل ألباريس إلى لندن وغادي يمشي للبيرو، بينما الرباط مؤجل إلى وقت لاحق على الرغم من أنه وصف المغرب بأنه صديق عظيم. بعد مرور شهرين وعشرة ديال الأيام على حادث استقبال إبراهيم غالي بن بطوش في مستشفيات إسبانيا، لا تظهر بوادر أي انفراج قريبة في العلاقات المغربية الإسبانية. فكريمة بن عيش السفيرة المغربية لدى إسبانيا ما زالت خارج الخدمة، كما أن مدريد لا تريد إظهار حسن نية فيما يتعلق بالملف الصحراوي. بطبيعة الحال بزاف ديال المصادر إعلامية إسبانية كتقول أن هناك مفاوضات سرية كتدور في كواليس الخارج لإسبانيا لتطبيع العلاقات مع الرباط بعد مرحلة الاتصال الوحيد فيها من خلال وسطاء مثل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وأعضاء آخرين في المفوضية الأوروبية. وكتشير مصادر دبلوماسية إلى أن ما حدث في سبتة ما هو إلا آخر وأبرز سلسلة من الخلافات التي بدأت بإغلاق الجمارك التجارية لمدينة مليليا في يوليوز 2018 ووصول حوالي 22 ألف مهاجر إلى جزر الكناري في عام 2020، معظمهم من المغاربة ومن القاصرين بزيادة 800% عن 2019. إسبانيا كتقترح وفقا لصحيفة البايس مراجعة كاملة للعلاقات الثنائية لتوضيح موقف كل واحد في القضايا الشائكة. على سبيل المثال فيما يتعلق بسبتة ومليليا المحتلتين، يمكن لإسبانيا أن تراهن على التنمية الاقتصادية التي تدعمها بيئتها المغربية انطلاقا من منطقة الرخاء المشترك كيف ما كيسميوها. ولعل من أكثر النقاط الشائكة قضية الصحراء المغربية، حيث يريد المغرب فرض تغيير واضح في موقف إسبانيا والاتحاد الأوروبي بعد اعتراف إدارة ترامب بمغربية الصحراء، في حين لا يمكن لمدريد أن تتخذ موقفا خارج ما تقرره الأمم المتحدة كما سبق لها أن أكدت في العديد من المناسبات. من طبيعة الحال المغرب على الأقل بغي يوقف الدعم الإسباني لجبهة البوليزاريو ويحد من تزايد علاقات النفوذ بين المغرب بين الجزائر وإسبانيا. وكتعترف مصادر دبلوماسية بأن هذا الاتفاق يعني الحد من هذا التحرك الإسباني سواء في ملف الصحراء أو مع الجزائر ما غاديش يكون سهل، وأن المفاوضات غادي تكون شاقة وغادي تستغرق بزاف ديال الوقت. إذا تمت زيارة وزير الخارجية الإسباني الرباط فلن تكون نهاية الأزمة بشكل فعلي، ولكنها خطوة نحو مزيد من التفاهم واستعادة الثقة وكذلك فتح الملفات على طاولة المفاوضات.
كان معكم عبد الله، إلى لقاء متجدد. كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.